الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص المريض في المنام موز لونه أخضر في المنام، بشرى له بالشفاء من الأمراض وطول العمر بإذن رب العالمين، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأكل الموز الأخضر في المنام، إشارة أنها سوف ترزق هي وأبناؤها، وأنها سوف تكون سمعتها طيبة بمشيئة الله عز وجل بين الناس، والله أعلم. عندما تكون رؤية الموز الأخضر في منام العزباء بشرى لها بدخول الفرج والسعادة في حياتها. الموز الأخضر في منام العزباء علامة على زواج سعيد وقريب لها. إذا رأى الشاب الأعزب الموز الأخضر فبشرى على الزواج القريب له بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل جل أعلى وأعلم. أما رؤية الموز الفاسد في المنام علامة أن صاحب الرؤيا سوف يأتي إليه أموال كثيرة، ولكن من مصدر محرم، والله أعلى وأعلم. رؤية الموز الفاسد في المنام يدل على السمعة السيئة التي يعرف بها الشخص بين الناس، والله أعلم. المرأة المتزوجة عندما ترى الموز الفاسد في المنام إشارة على عقوق أبنائها لها، والله أعلى وأعلم. عندما يرى الرجل المتزوج في منامه أنه يأكل موز فاسد، تحذير أن زوجته ناشز، والله أعلى وأعلم. كذلك يدل أن أبنائه مفسدين في الأرض وغير صالحين، والله أعلم. يدل رؤية الموز الفاسد في المنام علامة أن صاحب الرؤيا يقوم بعمل لا يحبه، ولكن يضطر إلى ذلك العمل، والله أعلم. أما رؤية الشاب الغير متزوج للموز الفاسد دليل أنه سوف يتزوج من امرأة أو فتاة سيئة السمعة وقليلة في الرزق والبركة، فعليه الحذر، والله أعلى وأعلم. كذلك إذا رأت الفتاة العزباء أنها تأكل موز فاسد أو تعطى موز فاسد، علامة أن سيتقدم لخطبتها أو الزواج منها شاب أو رجل فاسد في الأرض ولا يحب الخير لأي أحد من الناس، فعليها الحذر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.